والعراق لديه القدرات المادية على أن يجعل أي موظف يتقاضى أعلى أجر ربما قد يكون في العالم، لكن كما تلاحظون نكمل في هذا الإطار. عمال الخدمة في دوائر البلدية والماء في محافظة كربلاء والذين يعملون بأجور يومية تظاهروا أمام مبنى محافظة كربلاء للمطالبة في تثبيتهم واعتبارهم موظفين رسميين، حالهم حال باقي الموظفين بالوقت الذي هم يتحملون الجزء الأكبر من التعب والعمل الذي يقع على كاهلهم. فلنشاهد. أحلى خدمة 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 أحلى